نشرة أخبار الثامنة من الوطنية الأولى والبداية بالعناوين. أضرار على مستوى الشبكة الكهربائية وانقطاع مياه الشرب وارتفاع منسوب عدد من الأودية جراء العواصف الثلجية في الشمال والوسط الغربي. انتشال وجثة مفقودة وإعادة التيار الكهربائي تدريجيا وعملية إنقاذ وإيواء أبرز تدخلات وحدات النجدة ودعوات إلى عدم المجازفة والاقتراب من مجاري الأودية. وخطة اتصالية لبرنامج الأمان الاجتماعي الذي سيشمل مبدئيا 250 ألف عائلة وموفى شهر جوان المقبل آخر أجل للتسجيل والتمتع ببطاقات العلاج الإلكترونية. تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم. عثر بعد ظهر اليوم على جثة المرأة التي فقدت ليلة البارحة على متن سيارة جرفتها مياه وادي بجر، في حين تم إنقاذ مرافقيها وهما رجلان من أقاربها. وقد شهدت ولاية جندوبة تهاطل كمية هائلة من الثلوج والأمطار غمرت المنازل وعزلت الطرقات. صعوبة الوضع ينضاف إليها ارتفاع منسوب مياه السدود والأودية، حيث تتواصل لليوم الثاني على التوالي عملية التدخل لفتح طرقات وإيواء المواطنين. لليوم الثاني على التوالي يتواصل نزول كميات هامة من الأمطار والثلوج على ولاية جندوبة، حيث بلغ سمك الثلوج 40 سنتيمتر بمعتمدية عين درهم، في حين ارتفع منسوب المياه في السدود والأودية وفي مقدمتها وادي مجردة حيث بلغ 4 أمتار و30 سنتيمتر. عدد من متساكني أحياء جندوبة الشمالية طالبوا بسرعة التدخل لشفط مياه الأمطار التي غمرت منازلهم وكشفت عن هشاشة البنية التحتية بالمنطقة. هاك تشوف فيها العباد كيف تشوف فيها، دخل ديارها، دخل معناها الواحد لا حاولوا باش يصلحوا الطريق، لا حاولوا باش يعملوا تطهير، لا حاولوا باش يعملوا حتى شيء، ما ثماش مجهود لا من الدولة لا من البلدية. والي جندوبة ورئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة أوضح أن الجهود انصبت منذ البارحة بين مختلف أعضاء اللجنة على إعادة فتح الطرقات وفك العزلة عن المواطنين، داعيا المتساكنين على ذفاف الأودية لأخذ الاحتياطات اللازمة وتجنب المجازفة في ظل توقف الدروس بكافة المؤسسات التربوية بالجهة. وتم التدخل بالمعدات اللي تم تسخيرها لمسح الطرقات وفك العزلة على أهلينا في مختلف الولاية. تم إيواء 8 مواطنين بمركز التخييم بعين سلطان، ثم اليوم استنفت يعني الأشغال وتم فتح الطرقات وتأمين السيارات وإيصالها لأهلينا في معتمدية غرب دماء. حب نأكد عليه وأنه كل المواد متوفرة في ولاية جندوبة، خاصة الغازوال المعد للتدفئة وقوارير الغاز. كذلك تم تأمين المرضى اليوم يعانيوا من القصور الكلوي بالمستشفى الجهوي بتبرقة والمستشفى الجهوي جندوبة، ودعوة لأهالينا المتساكنين على ضفاف واد مجردة إلى توخي الحذر وتأمين مواشيهم وتأمين المعدات اللي يستعملوا فيها في القطاع الفلاحي، نظرا لأن هناك ارتفاع مهم في منسوب المياه. ارتفاع لمنسوب المياه بالسدود والأودية بولاية جندوبة من شأنه المساهمة في تغذية المائدة المائية بالجهة، خاصة وقد بلغت نسبة المياه بسد بن متير 59 مليون متر مكعب. وإلى معتمدية مكثر من ولاية سليان التي تتواصل بها التقلبات الجوية وتساقط الكثيف للثلوج، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي والماء صالح للشرب. معتمدية مكثر من ولاية سليانة كما أصبحت هذا اليوم بعد عاصفة ثلجية مصحوبة برياح قوية أدخلتها في عزلة تامة، توقفت معها الحركة على الطرقات وانقطع إثرها التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب بسبب سقوط الأعمدة الكهربائية بفعل الرياح العاتية، لتزداد عزلة متسكني هذه المعتمدية. قص علينا كل شيء، الماء، الضوء، العباد مطيشة، نكركروا فيها لمدة ساعتين تاع الليل. بطلنا ما عداش مروحين للجرة في مكثرة، قعدنا هنا روحنا بالعباد لجارنا. فما ظرف طارئ وفما تشوفوا عوامل طبيعية معنا قاهرة جدا، اللي حالة دون تدخل الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بعض المناطق اللي شفتوا أنه طرقات استحالة أنه نتدخلوا باش نتمكنوا من إصلاح الأعمال
الأعطاب وإعادة التيار الكهربائي، زيادة على أنه عديد الأعمدة هي معنا سقطت في القاع، وهذا ينتج عليه أضرار كبيرة وبطبيعة انقطاعات. وفي مثل هذه الظروف الاستثنائية تبقى الحاجة إلى الدعم والمساعدة من المتساكنين ضرورية في مرافقة الجهود التي تبذلها اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث من أجل التدخل اللازم، وإن تأخر في بعض الأحيان لسبب أو لآخر. زوج سميات وقريب لاربعة ولا خمسة كراهب معناها بيتوا فيها قريب الماضي ساعة ومساعتين متاع الليل، الليل خرجنا احنا معناها من هنا وهزينا بيول والتحقنا بهم غاديك، خرجنا الموجودين لك كبار فهمتني، خرجناهم والصغار اللي حبوا يقعدوا معناها في الكراهب متاعهم. الصباح ونجونينا لهنا ليلة كاملة البرا، وقت اللي يجوني يابسين هك مساك، مش نكذب عليهم يجوني يابسين هك. أيام استثنائية وظروف مناخية استثنائية تعيش على وقعها معتمدية مكثر كما الكثير من المناطق بالشمال الغربي، تتطلب حسب عدد من الأهالي مراجعة طرق التدخل من أجل سرعة أكبر ونجاعة أكثر. ساقية سيدي يوسف لا تختلف بدورها عن مكثر حيث كستها الثلوج ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي والماء صالح للشرب، إلى جانب الشلل الذي عرفته في عديد المرافق، وضع زاد من معاناة الأهالي الذين يتهمون لجنة مجابهة الكوارث بالجهة بالتقصير في تدخلاتها الميدانية الضرورية. انقطاع في التيار الكهربائي والماء الصالح للشراب وشلل في مختلف المرافق الأساسية بساقية سيدي يوسف غداة تساقط كميات من الثلوج تجاوز سمكها في بعض المناطق 30 سنتيمترا. عندي 150 نعجة تسكن فيه الجراج طاح عليها كاملة، نكلم في السلطة من الصباح من 5 تاع الصباح وانا نكلم فيهم ايجوني انقذوني. من 7:30 نوصل لها للساقة 9 من الزعارير. موجة الثلوج أدت إلى سقوط عشرات الأعمدة الكهربائية ونفوق عدد من رؤوس الماشية، فيما انتقد الأهالي ما اعتبروه تقصيرا من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث في التعامل مع هذه العوامل المناخية. الكارثة هذه عندها علم تلاحو الجوية عندها 4 أيام و50 من الكارثة باش تجي، ما عندناش حتى جروب نتاع الضوء، السبيطار قاعد هكاك، الكوشة قاعدين، الغاز ما عندناش، الماء ما عندناش، الريزو طايح نتاع التليفون. أمور مريكلة وتحت السيطرة. وين تساقط الثلوج ألقى بظلاله خاصة على سكان المناطق الريفية مع تواصل عزلة عدد من التجمعات السكنية وخاصة مناطق جراد وفرشان وسيدي رابح، فيما تقطعت السبل بعدد من السيارات لتظل عالقة وسط الثلوج. عباد هيك تو ما عندهاش كيفاش تعدى المستشفيات، حتى مش الديوي السبيطار ما فيشو حاجه، رجع ما فيشو الناس عند كراب ماذا مياش رئيس بلدية تراكس ما عندوش لها شي يفور. أضرار جسيمة بشبكة الكهرباء بساقية سيدي يوسف، فيما تعاني عديد التجمعات السكنية من العزلة لتزداد معاناة السكان جراء هذه الموجة من الثلوج. وينضم إلينا مباشرة من الكاف مراسل الأخبار حسن الكريم. حسن، إذن أهلا بك، ما هي تطورات الوضع بمناطق الشمال الغربي عموما، وهل انطلقت تدخلات سواء جهويا أو وطنيا؟ نعم، طيب مساء الخير. منذ قليل كنا في معتمدية مكثر، الوضع صعب للغاية في معتمدية مكثر، لا تزال عديد المسالك مغلقة، لا تزال عديد الأماكن معزولة وخاصة التجمعات السكنية الريفية على غرار منطقة صدين، كذلك سوق الجمعة وعدة مناطق ريفية أخرى لا تزال معزولة. كذلك عينا التواصل انقطاع الطريق الوطنية رقم 4 في جزء الرابط بين مكثر والروحية على مستوى منطقة صدين. كذلك بالنسبة لساقية سيدي يوسف الوضع لا يختلف كثيرا باعتبار تواصل عزلة عدد من التجمعات السكنية الريفية على غرار فرشان وجرادو بعد تدخل اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وفك العزلة عن منطقة سيدي رابح. هذا ما يؤكده لي العميد منصف السيد المدير الجهوي للحماية المدنية ومقرر اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالكاف اللي موجود معنا على المباشر للحديث أكثر حول الوضعية في ساقية سيدي يوسف. سيد العميد، كيف هي الوضعية الآن في ساقية سيدي يوسف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الليلة البارحة شهدت تساقط كمية غير مسبوقة من الثلوج، انقطعت بعض الطرقات على أثرها، خاصة الطريق رقم الوطني رقم 5 المؤدية لساقية سيدي يوسف، الطريق الوطني 173 مؤدية الرابطة بين ساقية سيدي يوسف ومنها منطقة جرادو الطويرف على مستوى منطقة جرادو. بالنسبة لكيف زاد على مستوى القصور، الطريق رابطة بين الدهماني والروحية على مستوى الزيتونة، تم صباح هذا اليوم فك عزلة الطرقات هذه وتسريح الطرقات، لكن ما زالت النقطة الوحيدة هي الطريق المؤدية إلى منطقة جراد، والنظر اللي تساقط كبير كميات كبيرة من الثلوج، ومعناها ورغم بعثنا الآليات لكن المنطقة وعرة وشهدنا تعطب زوز آليات معناها زوز قردارات تمت إزاحتهم معناها إرجاعهم للخدمة. اللجنة متواصلة في العمل بتاعها، وخاصة مركز على الأولوية المطلقة بالنسبة لنا هني أن نفك عزلة منطقة جرادو ونوصلوا نجدة على الأقل للأهالي الموجودين غادي والمساعدة للإنسان. سيد العميد، أكيد أنه التيار الكهربائي يبقى الهاجس الكبير بالنسبة لسكان ساقيت سيدي يوسف وغيرها من المناطق اللي شهدت تساقط كميات من الثلوج، وخاصة أنه المخابز تشتغل بالنور بالتيار الكهربائي، كذلك بالنسبة للمستشفيات مدخات المياه، وهذا ربما ولد تذمر كبير من المواطنين في الجهات هذه. صحيح، هو أهم شيء في إدارة الأزمات أو أنك تمحي أثر الكارثة وترجع الحياة العادية إلى طبيعتها. تو نجحنا مبدئيا في إزاحة الثلوج عن الطرقات وفك عزلة أغلب المناطق وتسريح الطرقات، لكن بالنسبة للتيار الكهربائي مساعي حثيثة للشركة الوطنية لاستغلال الكهرباء والغاز لرجع النور الكهربائي. احنا عندنا تطمينات على أساس تم أشغال صارت اليوم العشية، وإن شاء الله في حدود الليلة هذه ترجع التيار الكهربائي ساقية سيدي يوسف اللي هي أكثر منطقة متضررة باعتبار أن الدهماني رجع لها التيار الكهربائي، لكن عينتوا بمناها بأنفسكم عدد الأعمدة الكهربائية اللي تكسرت جراء الموجة متاع الثلوج هذه، لكن إن شاء الله هذه أولويات اللجنة هي فك العزلة على جرادو ويرجع التيار الكهربائي، خاصة كل شيء يخدم التيار الكهربائي. نعم. السيد العميد، أكيد أنه أنت كنت اليوم في ساقيت سيدي يوسف، ربما هنا ثم مؤاخذات على تدخل اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وخاصة بالنسبة لتوفير الآليات والآلات الماسحة والكاسحة للثلوج. صحيح، وما ثمش حتى عمل إنساني مكتمل، واحنا كلجنه ديما ننقد روحنا قبل ما نشكر روحنا. صحيح ثم نقص آليات، لكن احنا نعتبره بالنقص الآليات الموجود. طبعا حسن، هذا موضوع فرعي يستوجب التقييم فيما بعد. على كل، شكرا لك مراسل الاخبار حسن الكريمي من الكاف، وشكرا أيضا لضيفك. ومن الكيف نتحول إلى القصرين مع عودة تدريجية للتيار الكهربائي بعد انقطاعه لأربع وعشرين ساعة في بعض معتمديات الولاية، بعد أن تم إصلاح الأعطاب الناجمة عن العاصفة الثلجية التي اكتسحت الجهة، كما تم فتح الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين تالا والقصرين والطريق الجهوي عدد 84 في انتظار فتح بقية المسالك التي تراكمت بها الثلوج. تمكنت مصالح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز من إصلاح الأعطاب التي لحقت بالأعمدة الكهربائية بتالا وإعادة التيار الكهربائي إثر 24 ساعة من الانقطاع، فيما يعيش أهالي حيدرة والعيون منذ الأمس في ظلمة حالكة نتيجة تواصل انقطاع التيار الكهربائي بهذه المناطق. عملنا مجهوداتنا والإدارة ومع السلطات الجهوية، رجعنا لمنطقة حصل فريد، جدليان، سبيبة، سبيتلة، تالا، فوسانة، برشا مناطق من وسط القصرين. بالنسبة للوقت الحالي عندنا معتمدية العيون ومعتمدية حيدرة اللي هو تعذر علينا باش نرجعوا لها، عملنا مجهوداتنا اللازمة الكل، أما لكن ثم مناطق ما نجمناش ندخلوا لها اللي هي طرق فرعية، معناها صعبت علينا باش نخلطوا باش نشوفوا الأضرار باش نجموا ندخلوا. احنا توا مازلنا على الميدان، معناها الفرق نتاعنا تشتغل عامله مجهودات، وان شاء الله في القريب العاجل نوصلوا انه باش نرجعوا لهم الكهرباء في اقرب الاجل. خلل ناجم عن العواصف الثلجيه التي اجتاحت هذه المناطق وتسببت اكوام الثلوج التي تجاوز سمكها 70 سنتيمترا في انقطاع التيار الكهربائي والمياه الصالحه للشرب وتعطل حركه المرور بكل من تالا والعيون وحيدره.
من انطلاق نزول الثلج كانوا على ذمتنا زوز جرادارات وكميون الخاص بالثلج، ولكن امكانيات توا في الظرف هذايا في الليله اللي تنزلت فيها كميات كبيره من الثلج ومتواصله الى حد الان، اصبحت معناها المعدات والوسائل المحليه غير قادره، لازم تدخل من على مستوى جهوي وربما حتى على مستوى وطني من السلطات على مستوى المركزي، نظرا لانه العاصفه كبيره وباش تشكلنا انسداد في المسالك الفلاحيه والطرقات الجهويه والطرقات المحليه. برشا ثلج كيف ما تشوف، حركة متعطلة طول، باردة ياسر، سيركولاسيون متعطلة برشا، وقت اللي هي تنجم تتحل إذا توفرت معناها الوسائل الإمكانيات. وللإشارة فإن رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث والي القاسين سمير بوقديدة أفاد بأن الجهات المعنية تمكنت من فتح الطريق الوطنية عدد 17 الرابطة بين تيلا والقاسرين والطريق الجهوية عدد 84، كما يجري فتح المسالك الرابطة بين تيلا وحيدرة. برشا تعزيزات خاصة من القرادارات واللي بيلدوا، وإلى حد هذه الساعة تم فتح جميع الطرقات المؤدية لتيلا والمخارج تيلا، حيدرة، العيون، القسرين، كلها تخدم، جوست ما زال طقس شوية بارد شوية، وهنا ماخذين الإجراءات حتى متواصل العمل نتاعنا حتى الغدوة وإن شاء الله ثم كان خير. ثلوج متراكمة وموجة برد قاسية زادت من تأزم الوضع بمعتمديات تيلا والعيون وحيدرة، ليطلق أهلها نداءات استغاثة للتدخل العاجل وتمكينهم من أبسط الضروريات، مياه صالحة للشرب، تيار كهربائي، ومواد غذائية على غرار الخبز. وفي انتظار أن تنضم إلينا مراسلة الأخبار من القاسرين في المباشر نادية الرتيبي، نواصل مشاهدينا الكرام تقديم النشرة في سياق متصل. وفي أول اجتماع لها استمعت لجنة التنمية الجهوية لوزير الشؤون المحلية، أو عفوا في سياق متصل نواصل تبعا للمستجدات الخاصة بأحوال الطقس في الساعات الأخيرة وانعكاساتها على بعض الجهات، تم اتخاذ إجراءات استثنائية للوقاية والتدخل. إثر موجة البرد وتساقط الثلوج في عديد المناطق بولايات الشمال الغربي، قام رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بالاتصال بولاة القاسرين وجندوبة والكاف للإطمئنان على الوضع الصحي للأهالي في هذه الولايات، وفق ما أفاد مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية. وأضاف المصدر أن رئيس الدولة اتصل كذلك بوزير الشؤون الاجتماعية للتأكد من وجود المساعدات الكافية لتقديم العون للعالم العائلات المتضررة من موجة البرد والثلوج ومدها بوسائل التدفئة. كما أفاد مصدر مسؤول برئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد وجه مناشير إلى جميع الولاة، دعا فيها إلى أن تبقى اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث في حال انعقاد دائم، وكلف رئيس الحكومة كذلك وزير الصحة باتخاذ كل الإجراءات للعناية بالمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة في كل المؤسسات الصحية في المناطق التي تشملها التقلبات المناخية. كما كلف رئيس الحكومة وزير التجهيز بتوفير كل الآليات من كاسحة ثلوج وغيرها لفتح المسالك وتسهيل حركة الجولان. ووفق نفس المصدر كلف رئيس الحكومة وزير الداخلية بالإذن إلى مصالح الحماية المدنية بالتدخل الحيني لنجدة المواطنين في كل المناطق، وإلى فرق المرور تسهيل حركة الجولان في المناطق الوعرة. وكلف أيضا وزير الشؤون الاجتماعية بالإذن إلى مصالح الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بمواصلة توزيع وسائل التدفئة على مستحقها من المواطنين. كما كلف رئيس الحكومة وزير الصناعة بالإذن بتوفير الغاز المنزلي وبحث مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز على التدخل الفوري لإصلاح كل الأعطاب التي يمكن أن تحدث بفعل التقلبات المناخية وتدارك كل الاضطرابات في توزيع التيار الكهربائي. ومن جهتها وضعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن المؤسسات الراجعة لها بالنظر على ذمة اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث لإيواء المتضررين والعالقين جراء تساقطات الثلوج، وذلك وفق ما جاء في بلاغ صادر عنها. كما وضعت وزارة شؤون الشباب والرياضة مراكز الإقامة ومختلف الفضاءات الرياضية والشبابية الراجعة بالنظر لها على ذمة اللجان الجهوية
لمجابهة الكوارث، ودعت في بلاغ صادر عنها إذاعة الواب بدور الشباب لتعزيز مجهودات اللجان الجهوية في التوجيه والإعلام بمختلف المستجدات. مراسلة الأخبار من القصرين نادية رتيبي أصبحت جاهزة الآن. إذن نادية، أين وصلت المجهودات الميدانية حتى الآن لإعادة الحياة إلى نسقها تدريجيا في مناطق القصرين بعد موجة الثلوج؟ نعم، طيب حاليا عادت حركة المرور من وإلى تالا، من تالا باتجاه ولاية القصرين، وأيضا من تالا باتجاه معتمدية العيون، ومن تالا باتجاه معتمدية حيدرة. هذه الطرقات الرئيسية، طريق عدد 17 وطريق الجهوية عدد 84 كانت مغلقة منذ ليلة الأمس، وكانت معتمدية تالا والعيون وحيدرة في عزلة تامة عن العالم الخارجي، حتى التيار الكهربائي كان منقطع بشكل كلي في معتمدية تالا، في معتمدية العيون، في معتمدية حيدرة. حاليا تم إعادة التيار الكهربائي إلى تالا في انتظار أن مجهودات فرق ومصالح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز يقوموا بمجهوداتهم بالإمكانيات المتاحة لإعادة التيار الكهربائي إلى حيدرة والعيون، اللي حتى الآن ما زالوا عايشين على الظلمة. حتى المواد الغذائية مفقودة في هذه المناطق، حتى مواد التدفئة مفقودة في هذه المناطق أيضا، من غاز، من فحم أيضا. قوارير الغاز كانت استحالة على الشاحنات الثقيلة الوروج إلى هذه المناطق، رغم المجهودات اللي تواصلت والإمكانيات اللي توفرت في هذه المناطق، وكان الدعم مصر نوعا ما بشكل متأخر لفتح الطرقات بهذه المناطق. الحياة حاليا نحن متواجدين في تالا، نقولوا أن عادت الحياة إلى نسقها، فما تساقط طفيف إلى كميات طفيفة من الثلوج كما تشاهدوا، فما تراكمات للثلوج. وصل اليوم سمك الثلوج ده أكثر من 70 سنتيمتر بمعتمدية تالا، لكن تالا حاليا تعتبر في معناها مستوى طيب مقارنة ببقية المعتمديات. نعم، شكرا لك مراسلة الأخبار نادية الرتيبي، كنت معنا مباشرة من القصرين. كما أشكر أيضا مراسلنا حسن الكريم الذي كان معنا قبل قليل من الكاف. في موضوع آخر، في أول اجتماع لها استمعت لجنة التنمية الجهوية لوزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي. تسخير تجهيزات شفط المياه وكاسحة الثلوج للديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية للنظافة وتوزيعها على ولاية الشمال الغربية التي تشهد تساقطا للثلوج، وذلك لمعاضدة المجهودات هناك، وفق ما صرح به وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي. كما دعا الشرطة البيئية إلى تقديم المساعدة خاصة في الأماكن الوعرة والبعيدة. إشكاليات تطرح مع كل موجة برد تجتاح البلاد فتكشف النقائص والسلبيات. يلزمها ما تكونش استعادة ظرفية في موسم الشتاء، وإنما يلزمها تكون فما استراتيجية، وكل ولاية تكون عندها استراتيجية دائمة لمثل هذه الحوادث. وأكيد أنهم عندهم لجنة للكوارث، ولكن لجنة يلزمها تكون في إطار استراتيجية متكاملة وتكون فيها جميع المسائل التضامن، خاصة المجتمع المدني، المؤسسات، القطاعات. استراتيجية تم إرساؤها لمجابهة الكوارث، لكن لم يتم توحيدها وفق وزير الشؤون المحلية والبيئة. الاستراتيجية تبدأ على توفير المعدات، توفير الآليات، توفير كل أساليب العمل، ولكن كذلك تحميل المسؤوليات لمن لا يقوم بعمله في الوقت المناسب. تصريح يأتي على هامش جلسة استماع للمشرفين على وزارة الشؤون المحلية والبيئة من قبل لجنة التنمية الجهوية حول الدعم التنموي للبلدية المحدثة وملائمة المخطط التنموي مع قانون الجماعات المحلية. تكون فما موارد محترمة ويعني لانطلاق العمل البلدي الفعلي في تونس ولتركيز هذه التجربة الجديدة. فما برامج متاع تكوين، متاع مساندة، متاع إحاطة. اليوم صحيح فما استقلالية مالية وإدارية، فما اليوم حرية تدبير لهذه البلديات، لكن برنامج المساندة والإحاطة لدى الوزارة سيستمر طيلة فترة محترمة حتى ننجح في تركيز هذه الصلاحيات وإحالة صلاحيات تدريجيا لهذه البلديات. حلقة ضعيفة الحقيقة هي البلديات المحثة، وبصفة
ثانوية نشوفوا كذلك البلديات اللي تم توسيعها بمقتضى قرار التعميم التراب البلدي. كل البلديات في حاجة إلى دعم من قبل الدولة، وهذا التزام محمول على الدولة من خلال أحكام مجلس الجماعات المحلية. تجربة الحكم المحلي في خطواتها الأولى تعترضها بعض الصعوبات وفق النواب، لذا وجب تكريس مبدأ التمييز الإيجابي الفعلي. أعطى وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم إشارة انطلاق الخطة الاتصالية لتقديم برنامج الأمان الاجتماعي، واعتبر الطرابلسي أن هذا البرنامج يوفر الحق في الدخل الأدنى القار والانتفاع بالتدخلات الاجتماعية العاجلة وأعطاء الفئات المنتفعة به أولوية الاندماج في الاقتصاد التضامني والاجتماعي. بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون إحداث برنامج الأمان الاجتماعي، أعطت وزارة الشؤون الاجتماعية إشارة انطلاق الخطة الاتصالية للبرنامج بهدف تمكين العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من التسجيل في المنظومة المعلوماتية والتمتع بالتدخلات التي تقدمها الدولة لهذه الفئة. أول مرة هذا يصدر قانون في تونس يحمي الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل، يضمن لها الحق في الدخل الأدنى القار، التغطية الصحية، والانتفاع بالتدخلات الاجتماعية والمساعدات، وكذلك الأولوية في البرامج الاجتماعية والتنموية للدولة. برنامج يستهدف قرابة 900 ألف عائلة فقيرة ومحدودة الدخل تتوزع حاليا بين 285 ألف عائلة منتفعة بالبرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وبطاقات العلاج المجاني، و 620 ألف عائلة تتمتع ببطاقات العلاج بالتعرفة المنخفضة. فيهم 280 ألف كل عائلة معوزة اللي تتمتع بالمنحة القارة وبالعلاج المجاني، وكذلك بالمنحة للأولاد الشهرية للأولاد في حدود 3 أطفال، واللي هي تتضاعف وقت يوليوا الأولاد هذوما فيهم شكون معاق. وثم 622 ألف اللي هو من ذوي الدخل المحدود اللي هو عنده مورد لكن مش كافي، وثم مقاييس عملناها بارابور وسميك قداش. وحددت وزارة الشؤون الاجتماعية موفى شهر جوان القادم آخر الآجال للتسجيل بهذه المنظومة والتمتع ببطاقات العلاج الإلكترونية، وبيّنت أن الاعتمادات الجملية المخصصة لهذا البرنامج تقدر بحوالي 690 مليون دينار. نموذج لبطاقة الأمان الاجتماعي التي سوف يتم مد، مش تعوذك الكرني الأبيض، مش تعوذك الكرني الأصفر، مش يولي عنده اللي عنده كارت هنا يعني هو عائلة أو شخص تم استيفاء البحوث الاجتماعية في شأنه. برنامج اجتماعي سيمكن من إنجاز قاعدة معطيات حول العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، ومن المراجعة الشاملة للمنتفعين بالمساعدات المالية المباشرة وترشيد المال العام. وجه وزير التربية حاتم بن سالم رسالة إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوب اليوم، يدعو فيها الطرف الاجتماعي إلى جلسة تفاوض يوم الاثنين المقبل بداية من الساعة 3 بعد الظهر بمقر الوزارة. وأوردت الرسالة أن يكون انعقاد الجلسة رسالة إيجابية توجهها الوزارة بشراكة مع الاتحاد إلى المدرسين والتلاميذ والعائلة التونسية. كما أكدت وزارة التربية في بيان منفصل أنه تبع للإفادة التي تقدم بها الكاتب العام للجامعة العامة للاتحاد العام التونسي للشغل أمام لجنة برلمانية أمس، والتي اتهم فيها مصالح الوزارة بجملة من تهم الفساد، فإنها ستتولى إحالة الملف على النيابة العمومية لطلب فتح بحث تحقيقي، وذلك لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم في حال ثبوتها. أما في حال عدم الثبوت فإنها ستثير التتبعات الجزائية القانونية على أساس الثلب والإهامة بجريمة. صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي القرار الحكومي القاضي بإدماج المعلمين النواب الذين قاموا بنيابات مدتها 6 أشهر فأكثر خلال الفترة المتراوحة من 15 من سبتمبر 2006 إلى غاية جوان 2017 في إطار سد الشغورات بالمدارس الابتدائية، وذلك على 3 دفعات ابتداء من شهر سبتمبر 2020. وسيتم الترتيب في الإدماج باعتماد
باعتماد عدد أيام النيابة، وفي صورة التساوي تعطى الأولوية إلى الأقدم في الشهادة العلمية فالأكبر سنا، على أن يتم شطب أسماء المسجلين بالقائمة النهائية للمدمجين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم، رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين حسب الترتيب التفاضلي لقائمة الإدماج حسب نص الأمر الحكومية. توجت زيارة العمل التي يؤديها رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى تونس بلقاءات جمعته اليوم بكل من رئيسي الجمهورية البلجي قايد السبسي والحكومة يوسف الشاهد. زيارة تم تأكيد خلالها على مزيد دفع التعاون مع المفوضية في عدة مجالات تتوفر فيها تونس على تجربة كبيرة. تونس تضع خبراتها وتجاربها على ذمة بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ذلك ما أكده رئيس الجمهورية البلجي قايد السبسي خلال هذه المقابلة التي جمعته ورئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا جون كلود برو والوفد المرافق له. وأكد رئيس الجمهورية أن التعاون مع دول القارة الإفريقية خيار استراتيجي بالنسبة لتونس التي تحرص على تحقيق خطوات فعلية على درب الاندماج الاقتصادي مع مختلف المجموعات الاقتصادية الإفريقية، لا سيما منها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تحظى فيها تونس بصفة ملاحظ، وهي التي تمثل تكتلا اقتصاديا ذي وزن يمكن أن يساهم في دفع التعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري بين البلدين. لقائي برئيس الجمهورية كان فرصة لتجديد تأكيد التزامنا بمواصلة دفع التعاون بين تونس ودول المجموعة الاقتصادية التي تتسم بطبيعتها بحيويتها باعتبار العدد الكبير للمؤسسات التونسية العاملة صلب دول المجموعة في قطاعات كثيرة على غرار الفلاحة والصناعة وتكنولوجيات الاتصال والتعليم والتكوين والصحة، أنشطة نرغب في توسيعها والدفع بها أكثر. كما كان لوفد مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الذي يؤدي منذ الأمس زيارة رسمية بدعوة من وزير الخارجية خميس الجهناوي إلى تونس، لقاء مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مقابلة أتاحت استعراض الإمكانيات الاستثمارية المتاحة في تونس وأهمية تطوير المبادلات التجارية وتركيز الاستثمارات، إضافة إلى متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في نوفمبر 2017 والرغبة المشتركة في إنجاح العلاقات الاقتصادية المثمرة مع تونس. وتغطي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تسعى تونس لتطوير علاقاتها الاقتصادية معها سوقا يفوق عدد سكانها 350 مليون نسمة، أي ما يعادل ربع القارة الإفريقية. المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا هي منظمة اقتصادية تشغل فيها تونس منذ سنة 2017 صفة ملاحظ، وهي مجموعة تضم في عضويتها 15 دولة. تهدف المنظمة إلى دعم الاندماج الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال إنشاء سوق إقليمية، كما ترمي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري كمدخل إلى اندماج اقتصادي شامل، وذلك من أجل الرفع من المستوى المعيشي والتنموي لشعوب المنطقة. وتأتي زيارة جون كلود كاسيبرو رئيس المجموعة إلى تونس في إطار سعي تونس الجاد إلى الانفتاح على التجمعات الاقتصادية في إفريقيا وإلى إقامة شراكات اقتصادية تستهدف توظيف كل الإمكانيات لبلوغ أهدافها، سيما وأن هذه المنظمة تشكل منطقة تبادل حر للسلع ذات ثقل اقتصادي يفوق 630 مليار دولار للناتج الداخلي الخام وتغطي أكثر من 350 مليون نسمة، أي ما يعادل ربع سكان القارة الإفريقية. كما تتنزل هذه الزيارة في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين تونس والمجموعة سنة 2017 وتكوين الإطار القانوني الذي سيخول لرجال الأعمال والهيئة الاقتصادية التونسية التواصل مع مؤسسات المجموعة في إطار تحقيق انطلاقة جديدة تؤكد توجه تونس نحو فضائها الاستراتيجي الإفريقي الذي تعزز بانضمامها إلى المجموعة الاقتصادية الكوميسا.
تسلم رئيس الجمهورية البلجي قائد السبسي اليوم بقصر قرطاج من رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تقرير نشاط الهيئة منذ تكوينها سنة 1999 وحتى موفى 31 من ديسمبر 2017. كما اطلع رئيس الجمهورية على جهود الهيئة في تطوير ثقافة حماية المعطيات الشخصية وعلى المستجدات الخاصة بالمشروع الجديد المتعلق بهذا السياق والمطروح اليوم أمام مجلس نواب الشعب. الدستور على محك السياسة موضوع نقاش خلال ملتقى علمي انتظم بمناسبة الذكرى الخامسة لإصداره. بعد 5 سنوات من إصداره يطرح الدستور للنقاش من منظور التأثير في السياسة والتأثر بها على خلفيات طبيعته التوافقية، وذلك خلال ملتقى علمي. نقاشنا أتى على جملة من الإشكاليات الآنية، منها طبيعة الأزمة التي تسود المشهد العام وضرورات الإصلاح في الدستور من عدمها. النص الدستوري فيه مجمله رغم أنه هو دستور توافقي بالفعل، وفي بعض الأحيان تنفيذ التوافق فيه صعوبات، لكن الإشكال ما هوش داخل من النص إنما في ظروف تطبيق النص. شنو الدستور؟ هو ساق قاعدة عمل اللي حولها وقع يكاد يكون إجماع وينجم يتحسن، لكن شروط التعديل هي لازم تكون متوفرة، ومن أولها هو كونه نكملوا المؤسسات اللي قال عليها الدستور باش نشوفوا باهي ولا خايب. بعض أحكام الدستور ضبطت أجلا لتركيز عدد من المؤسسات منها المجالس الجهوية والإقليمية المنتخبة ومحكمة المحاسبات والمحكمة الدستورية، وتعطلها أخل وفق التقديرات بتوازن المنظومة السياسية. ونحن اليوم على عتبات السنة الخامسة والمحكمة غير موجودة، إذن أول شيء قمنا بخرق الفقرة الخامسة من الفصل 148. الحاجه الثانيه ايه نجم نتوقعوا هذه المحكمه ان معناتها يتم تركيزها من هنا لاخر العام ولا؟ اذا التركيز اولا متاخر، اثنين التركيز سيكون مع تعطيلات كبيره وقع تجاذبات في المطاف، يمكن ان يكون هناك توافق غير سليم ولا غير صالح للمحكمه، وهذا كيف كيف راهو ماشي ينعكس فيما بعد على مردود وعلى ثقه مختلف المتداخلين وخاصة ثقة المواطن في هذه المؤسسة. المحكمة الدستورية هي مفتاح الدساتير في العالم، وأنا أشجع الأطراف التونسية للذهاب نحو وضع هذه المحكمة. هذا الأمر يتم في مناخ معقد، وذلك لطبيعة النظام الموزع بين شبه برلماني وشبه رئاسي، لذلك يجب إيجاد محكمة دستورية تأخذ بمعطى كافة الأطراف السياسية المتوجب عليها بدورها احترام واجباتها وتعهداتها وحدودها. لكن مرة أخرى أؤكد أنه على الفاعلين التونسيين الاتفاق على المسار ومتابعة طريقهم نحو هذه المحكمة. تونس نجحت وفق أغلب القراءات من بين دول الربيع العربي في أن تسلك طريق الانتقال الديمقراطي، غير أنها تحتاج تطبيقا كاملا لأحكام الدستور وتنزيلا لكل المؤسسات التي أقرها. عقدت جمعية القضاة التونسيين ندوة صحفية لتطرح إشكالية مشروع القانون الأساسي للميزانية المعروض حاليا على أنظار الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، ولتؤكد على أهمية مراجعة الفصل 19 لما لذلك من تأثير على استقلال السلطة القضائية وحقوق المتقاضين. دعت جمعية القضاة التونسيين إلى ضرورة اعتماد مقترحها القاضي بتعديل الفصل 19 من مشروع القانون الأساسي للميزانية، وكذلك الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء القاضي بدوره بتنقيح ذات الفصل والتنصيص على أهمية اعتبار القضاء العدلي والإداري مهمة خاصة. هذا الفصل اللي في صيغته الأولى اللي جات من الحكومة ما كانش يتضمن لا المجلس لا محكمة المحاسبات ولا القضاء العدلي والقضاء الإداري كمهمة خاصة. على مستوى لجنة المالية تم العمل على هذا الفصل وأضيفت محكمة المحاسبات كمهمة خاصة، ولكن النقص اللي قعد في هذا الفصل هو في عدم التنصيص على القضاء العدلي والقضاء الإداري كمهمة خاصة. هذا يعطينا بطبيعة الحال أنه القضاء العدلي والإداري باش يقعدوا تحت السلطة التنفيذية. بالنسبة للقضاء الإداري هو التراجع للاستقلالية أو الحد الأدنى من الاستقلالية كان يتمتع بها القضاء الإداري، وخاصة احنا أنه مجلس الدولة في ظل القانون في ظل
مازال دستور 59 كان متركب من دائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية إلى حد هذا اليوم تسيير ذاتي للمحكمة الإدارية بخصوص ضبط الميزانية نتاعها. نستناو في استئناف التصويت فصلا فصلا على القانون هذايا، أنه يتم تبني مقترحات التعديل اللي تقدمت بها زوز كتل نيابية لتكريس فكرة استقلالية السلطة القضائية بشكل عام، واللي احنا نثمنوا التفاعل الإيجابي لسيدات والسادة النواب في انتظار أنه الحكومة تتبنى مقترح التعديل هذايا. جمعية القضاة التونسيين طرحت كذلك خلال ندوة صحفية عقدت للغرض الوضع الذي وصفته بالكارثي في كافة محاكم الجمهورية، منها محكمة التعقيب، محكمة القانون، أعلى محكمة في الهرم القضائي. احنا اليوم نخجل من استقبال حتى وفود في محكمة التعقيب، هناك وفود كانت ستزور محكمة التعقيب وتم إلغاء معناها هذه الزيارات لأن الوضعية ما تعطيش فكرة باهية على بلادنا. كل المحاكم ودون استثناء من الشمال إلى الجنوب، من الشريط الساحلي معناها محاكم الشمال الغربي، كل المحاكم تعاني من نفس الإشكال، من اهتراء في البنية التحتية، قلة في الموارد، نقص على مستوى الإطار القضائي، نقص على مستوى القضاء الإداري. مطالب تم عرضها في انتظار تلبيتها خلال جلسة عامة مرتقبة لضمان وفق جمعية القضاة التونسيين استقلالية السلطة القضائية وحقوق المتقاضين. المركز الإيطالي للتكوين المهني هو الأول من نوعه في تونس، مركز سينطلق نشاطه الفعلي في 11 من شهر فبراير المقبل، ويهتم بتكوين الشباب في عدة اختصاصات. تكوين الشباب التونسي في عدة اختصاصات وفقا لطلبات عمل صادرة عن مؤسسات إيطالية، مع توفير دورات تكوينية للمرأة الريفية بالاشتراك مع مؤسسات إيطالية ناشطة في المجال الفلاحي، هي أبرز مهام المركز الإيطالي للتكوين المهني، مركز يعتبر الأول من نوعه في تونس. أنشأنا هذا المركز بطلب ملح من عدد كبير من الشركات الإيطالية بتونس وإيطاليا بهدف تكوين يد عاملة متخصصة وفق متطلبات السوق، ويمكن للشباب من خلال الاختصاصات المختلفة للمركز أن يتحصلوا على شهادات معترف بها في تونس وخارجها، وبذلك يتمكنون من الحصول على فرص للعمل. وفق صاحبة المركز فإن الانطلاق الفعلي للمركز سيكون في 11 من شهر فبراير المقبل، وقد تم خلال ندوة صحفية تقديم برنامج العمل لهذه المؤسسة وتوقيع اتفاقيات شراكة مع الجمعية التونسية للعسكريين المتقاعدين ونقابة متقاعدي قوات الأمن الداخلي والمنظمة الدولية للقيادات الشبابية. نحن كمنظمة شبابية متواجدة في 24 ولاية بعدد كبير من الشباب، باش نعمل الاتفاقية هذه بمعناها أول حاجة باش نخلي ونعطي صورة أخرى على الشباب التونسي، راهو الشباب التونسي والعلاقة بين التوانسة والطليان مش كان في الحرقة فقط، راهو فما شباب تونسي ذلك باش يعطي صورة أخرى متميزة على تونس، اللي هي فما شباب ذو كفاءة عالية، فما شباب ينجم يخدم في إيطاليا ويخرج بالباسبور متاعه وبالعمل متاعه، التكوين باش يكون على مستوى اللغات، تكوين في كل المجالات. برامج التكوين تضبط وفق طلب المؤسسة، وكذلك مدة التكوين ستضبط وفق الاختصاص المطلوب للعمل. وستخصص 10% من مداخيل المركز سنوي للأعمال الخيرية ومساعدة المناطق الداخلية، وفقا لمديرة المركز التي ذكرت أيضا أن التكوين بالنسبة لأبناء الشهداء من الأمنيين سيكون مجانا على أن تكون الأسعار تفاضلية لأبناء المتقاعدين من المؤسسة العسكرية. بمركز التكوين المهني الفلاحي في قطاع تربية الدواجن بسيدي ثابت أقيم اليوم حفل تخرج 38 طيارا ومكونين اثنين في مجال قيادة الطائرات دون طيار، طائرات آلية ستسهم في تنمية قطاع الفلاحة الرقمية. تحلق هذه الطائرات دون طيار في سماء أراضي تونسية بعد أن تم تكوين عدد من الطيارين في إطار برنامج دعم كوريا الجنوبية للمشاريع التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة في المجال الفلاحي. دفعة أولى تخرجت اليوم بعد أن تكونت بمنظومة متكونة من 4 طائرات آلية نوع M600 أرسلها الجانب الكوري. كونين تقبلوا بسهوله فورماسيون مانيبيلاسيون سهله، هي ديما عندنا جي بي اس وشد لنا معناتها الفول واحنا نتحكموا فيها القدام التالي يمين يسار نطلعوا نهبطوا باش نمشيو للوبجيكتيف نتاعنا. صحيح العالم تقدم لكن تو فرصتنا احنا باش نخطو على العالم، دونك بالفورماسيون هذه نجموا تولي الفلاحه نتاعنا بالرسمي نعملوا القفزه وتولي الفلاحه الذكيه. الدوره التكوينيه هذه مهمه ياسر، التكنولوجيا رايده في العالم كل،
توا جات لتونس، ان شاء الله معناتها بروشينمون مش نكونوا بورتير على الافريك. وتستعمل هذه الطائرة الآلية في القطاع الفلاحي للتوقي من الجوائح الطبيعية وتطوير التعداد الفلاحي العام ومراقبة المحميات والحرائق وغيرها من الاستعمالات الأخرى. الفلاحة توا ماشيين كنا في الفلاحة الرقمية. الفلاحة الرقمية ما تجم تكون كان عن طريق استعمال درون، لأن الدرون هو يعطيك رابيديتي معناتها دافورماسيون، يعطيك رابيديتي داكسيون، هو المداوات. عندنا معناتها الكشف المبكر على معناتها الأمراض، أمراض معناتها الزراعات أو الزيتين والانترفيسيون رابيد. باش تولي هذه الفلاحة الجديدة، لأنه احنا توا في الثورة الصناعية الرابعة، مازمش تقعد الفلاحة على ترانز، بالفلاحة تكون هي المتقدمة. شباب التونسي ما تغرموا بالفلاحة إلا كي تدخل هذه تدخل التكنولوجيا الجديدة وتحس وراه اللي هو ما هوش هي فلاحة الطريقة التقليدية. نحن نرغب في مواصلة مشروع التكوين ونفكر في آليات جديدة لتطوير التكوين في مجال الطائرات دون طيار. وسينطلق العمل فعلياً بالطائرات دون طيار بمنطقة وايل من ولاية سيدي بوزيد بداية الشهر المقبل بمنظومة متكونة من 3 طائرات آلية نوع أمرومو لغاية استغلالها في الفلاحة الرقمية في إطار المشروع النموذجي بالمنطقة. في اليوم الأول لانطلاق موسم التخفيضات الشتوية سولد، تزينت أغلب واجهات المحلات التجارية بإعلانات التخفيضات التي يجب أن لا تقل عن 20% حسب الترتيب المعمول بها. كاميرا الأخبار تجولت في عدد من المحلات لرصد الحركية ونسق الأقبال. نتابع. بنسق بطيء انطلق موسم التخفيضات الشتوية، هذه المناسبة التي اعتاد التونسي استغلالها كفرصة للتزود بحاجياته من الملابس والأحذية وغيرها من المنتجات، لم تعد تلبي انتظاراته خاصة فيما يتعلق بالأسعار حسب تأكيد البعض. هذه نستنى في من أول الشتاء باش ناخذها شوية كبابط شوية سبابط بليت برو، ما ثم سولد بالقد بالقد، مازال ما طيحوش بالقد. اما كومي احنا الحال الشتاء المو دو جانفي ندخل نلقى هو حط لي حوايج نتاع الصيف يبيع فيهم، دونك سا فيديغ قاعد يخرج في السلعه في ستوك نتاعو القديم باش العباد تشري. غاليه شويه ثم تحط السولد حكايه فارغه، مش كل التلمو. لا الحاجه اللي تعجبك اللي فريمون تحلى في عينك معناها تلقاها مازالت غاليه. اي 20% يبقى ديما غالي. لا نوفيل كوليكسيون اللي الناس الكل تقمرها مثلا باش تاخذ منها تلقاهم ماهمش عاملين فيها، يقول لك نوفيل حاجه اللي تعجبك ما يعملوش فيها سولد. واجهات المحلات زينت باعلانات التخفيضات المغريه، لكن الحركيه اتسمت بالهدوء، فغابت مشاهد الازدحام والطوابير الطويله عن اغلب المحلات التجاريه. الباعه ارجعوا قله الاقبال في اليوم الاول لانطلاق الموسم لعوامل عده. حركه كيكه عاديه صباح وطوى حركتش شويه وان شاء الله ربي يجيب القاسم. يمكن مطر اليوم، برد جاء ومطر وزد الظروف نتاع الاقتصاديه ما هو بالكم الناس الكل. يوم عادي نسق نتاع خدمة عادي جدا، مشكلة عادة خاطر الطقس باردة وزيد راس شهر مازال الشواء الكاليتي كل شيء موجود، أما الخدمة يجيبها ربي. قلنا على أساسها وجاي السولد وجاي كذا باش نخدموا شوية باش ندخلوا شارج الحانوت، هاك تشوف السلعة مطيشة معناها والكليونات ما فماش. وفي انتظار أن يرتفع نسق الإقبال في الأيام القادمة، يتطلع الحريف إلى التمتع بتخفيضات تتلائم ومقدرته الشرائية. يواصل الاتحاد التونسي للمرأة التونسية حملة التشجيع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة تحت شعار برا قيد باش يكون المستقبل أفضل، ليحط الرحال اليوم بكلية العلوم بتونس. هم أعضاء الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في محادثات مباشرة مع طلبة كلية العلوم بتونس لإقناع غير الراغبين منهم في المشاركة في الانتخابات المقبلة بضرورة ممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي، وذلك في إطار الحملة التي أطلقها الاتحاد تحت شعار برا قيد باش يكون المستقبل أفضل. الشباب كل ما مستحقينه شوية تواصل، شوية إصغاء لهم، شوية الاهتمام بهم، شوية أعطاهم قيمة كمواطنين قادرين على التغيير وأيضا تنظيمهم. الحملة سجلت تفاعلا إيجابيا من قبل عدد من الطلبة، فيما عبر غيرهم عن عدم جدوى المشاركة في الانتخابات في ظل غياب مرشحين قادرين على الإقناع والتغيير وفق تقديرهم. كان احنا مصلحوش البلاد معناها شكون باش يصلحها، لازمنا نمشي ننتخبوا. أما السؤال اللي معنا نطرحوه شكون باش ننتخبوا؟ نقروا ساعة شنو باش ننتخبوا، شنو موجود؟ لازم نقيدوا
وانتخبوا راه هو واجب وفرض حق لينا الناس الكلنا، ويلزم نوقفوا لبلادنا ويلزم نصلحوا بلادنا. تو كل واحد يبدا يقدم في البرنامج الانتخابي نتاعو، احنا واجبنا ان نقراو البرامج، ان نشوفوا، ان نقارنوا بيناتهم باش نعرفوا نعملوا البون شوا. اللي يمثلوا في الشعب معناتها سوبوزي ما يمثلوش الشباب، ما يمثلوش كاتيجوري نتاع الشباب في الدوله، دونك سوتا في نورمال الشباب باش يقول لك ما نمشيش. كل انتخابات ننتخب حسيتها ما تبدل حتى شيء، صوتي مش باش يفرق. من 2011 ما فماش حاجه كبيره تبدلت، وبالعكس ماشيين في في في, في ديغراداسيون تاع ليتا نتاعنا. معناتها كم شباب، فما شكون يحب يخدم، فما شكون يحب، ما فما شيء. حملة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية للتشجيع على المشاركة الانتخابية انطلقت منذ أسبوع، وجاب أعضاء الاتحاد عددا من الجهات والمناطق الريفية والكليات والمبيتات الجامعية والمعاهد الثانوية، كما سيتكفل الاتحاد بتسجيل عدد من الناخبين حتى موعد غلق باب التسجيل الموافق للحادي والثلاثين من الشهر الجاري. في إطار مشروع سلام للوقاية من التطرف العنيف الذي تنجزه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مع عدد من الشركاء، نظمت الرابطة حوارا مجتمعيا حول آلية الوقاية من التطرف العنيف. تثمين الشراكة مع المجتمع المدني ودعم الجسور ونشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط الوعاظ والأئمة، وتخصيص دروس ووحدة خاصة بحقوق الإنسان في تكوينهم من أبرز التوصيات التي خلصت إليها ورشة دور مؤسسة الدولة في الوقاية من التطرف العنيف، إحدى الورشات الأربع التي أثثت اليوم الحوار الذي نظمته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول آليات الوقاية من التطرف العنيف. تكوين الإعلاميين في فهم هالظاهرة هذية، شنية التعريف متاحة، علاش تطرف عنيف مش إرهاب، حتى نحن حتى في التغطية الإعلامية من بعد حتى في نقل الخبر يكون الإعلامي يستبطن للخلفية هذية. ورشة التربية والتعليم أكدت على الإصلاح المنظومة التعليمية في جانبين، هي إدراج ثقافة حقوق الإنسان كمادة، نشر ثقافة الإنسان زاد على طريقة رقمية. ورشة الأخيرة اللي هي المجتمع المدني المحلي، دعم التشبيك، الأنشطة تكون خاصة وموجهة للمحليات. وقد بحثت الورشات الأربع في السبل والآليات الكفيلة بالوقاية من هذه الظاهرة في أبعادها العديدة. التطرف العنيف ينجم ياخذ عدة صور، مش كان التطرف المبني على إيديولوجيا دينية، ينجم يكون احتلال مسلح كما في فلسطين المحتلة، ينجم يكون عنف دول على دول أخرى، ينجم يكون عنف إرهاب جماعات على دول، ينجم يكون عنف هيكلي وعنف مؤسسات، بالإضافة إلى التطرف الإرهاب. لابد أنه ندخل أكثر، نعتمد على الاتفاقيات، منها الاتفاقية اللي أبرمتها الرابطة مع وزارة العدل، كذلك الاتفاقية اللي أبرمتها الرابطة مع وزارة الشؤون الاجتماعية في زيارة مراكز الرعاية، كذلك الاتفاقية اللي أبرمتها الرابطة مع وزارة التربية خاصة في زيارة المبيتات الجامعية. لازمنا نأسس ثقافة المواطنة، لازمنا نأسس عند الطفل حاسة الفكر الحر، حاسة الفكر النقدي، لازمنا نركز على التربية الفنية باش نأسسوا معناه إنسان حالم، إنسان يحلم مستقبل مزيان، إنسان يفكر. الإعلام يلزموا أولا يبلغ كل الأفكار اللي هي مضادة الفكر المتطرف، مثلا كما لا ديفيرسيتي، كما الفكر نتاع التنوع، كما القبول بالاخر، كما القبول الثقافات الاخرى، كما يبين المخاطر. دونك لا اترافير لا لوت كونتر لا باناليزاسيون، معناها نولي حاجه طبيعيه في حياتنا، هو باش يقاوم التطرف. ويندرج هذا الحوار في اطار مشروع سلام للوقايه من التطرف العنيف وفق مقاربه حقوقيه الذي تنجزه الرابطه مع عدد من الشركاء، والذي يهدف الى تبيان ان نشر ثقافه حقوق الانسان ونفاذ إلى الحقوق وتكريسها من أهم السبل للوقاية من التطرف العنيف. في بيان أصدرته اليوم، اعتبرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمع البصري الهيكا أن قناة نسمة الخاصة أمعنت وتمادت في عدم الالتزام بالقوانين وتراتيب الجاري بها العمل، وتحولت إلى جهاز دعاية وتضليل وقناة تتحدى مؤسسات الدولة. كما لاحظت الهيكا في البيان ذاته أن هذه القناة تنتهك حق أطفال تونس ونسائها وشيوخها، وتمس من كرامتهم مستغلة في ذلك فقرهم
وهشاشة وضعيتهم إلى حد تحويل هذا البؤس إلى مادة إعلامية مشهدية مهينة. وشددت الهيكة على أن ما تقوم به قناة نسمة اليوم هو إصرار على إعاقة كل المبادرات الساعية لإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي، ولو بلغ ذلك حد الإضرار بالمصالح الوطنية العليا وعلى رأسها أمن البلاد. وأكدت أنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة للتصدي لمحاولات التلاعب بوسائل الإعلام السمعية البصرية، مذكرة أن قناة نسمة تعد في وضعية بث خارج إطار القانون بعد أن تم اتخاذ قرار بتاريخ 13 من جويلية 2018 بإيقاف إجراءات التسوية وضعيتها. وقبل الأخبار الدولية وبالعودة للوضع في القصرين في ظل تساقط الثلوج، تقرر مواصلة تعليق الدروس ليوم غد السبت بكل المؤسسات التربوية الابتدائية والإعدادية والثانوية بمعتمدية تالا والعيون وحيدرة وجدليان من ولاية القصرين، وذلك بعد التنسيق مع مصالح الرصد الجوي واللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وفق بلاغ صدر عن المندوبية الجهوية للتربية. إذن دوليا، دعت الأمم المتحدة كل الأطراف في السودان إلى تجنب استخدام أي شكل من أشكال العنف، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة بواسطة قوات الأمن. وأشار نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى البيان الذي أصدره الأمين العام أنطونيو غوتيريش مع انطلاق التظاهرات الشهر الماضي، والذي دعا السلطات السودانية إلى إجراء تحقيق شامل في حالات الوفاة وأعمال العنف. قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم إن الوزير مايك بومبيو سيدلي بإفادة أمام مجلس الأمن الدولي غدا بشأن تطورات في فنزويلا، مشيرة إلى أنه سيحث الدول الأعضاء على الاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد. ويعقد اجتماع مجلس الأمن بناء على طلب الولايات المتحدة بعد أن اعترفت واشنطن وعدد من دول المنطقة بغوايدو رئيسا لفنزويلا، وحثت الرئيس نيكولاس مادورو على التنحي. هذا تعارض روسيا طلب مجلس الأمن. في أخبار الرياضة، ينزل نجم الساحلي عشية غد ضيفا على الرجاء البيضاوي بداية من الساعة 5 لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس زايد الأندية الأبطال. وسيقام اللقاء بملعب مولاي عبدالله بالرباط بإدارة الحكم المصري جهاد جريشة. نختم بهذا الخبر العالمي. بلغ المصنف أولا عالميا الصربي نوفاك جوكوفيتش بنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس عقب فوزه اليوم على الفرنسي لوكاس بوي بثلاث مجموعات نظيفة، ليضرب موعدا في المباراة النهائية مع الإسباني رافائيل نادال، وهو النهائي الثاني الذي سيجمع البطلين في تاريخ البطولة بعد نهائي سنة 2012 و2000 والذي فاز فيه اللاعب الصربي نوفاك جوكوفيتش. إلى التذكير بالعناوين مشاهدينا: أضرار على مستوى الشبكة الكهربائية وانقطاع مياه الشرب وارتفاع منسوب عدد من الأودية جراء العواصف الثلجية في الشمال والوسط الغربي. انتشال وجثة مفقودة وإعادة الطيار الكهربائي تدريجيا وعملية إنقاذ وإيواء أبرز تدخلات وحدات النجدة، ودعوات إلى عدم المجازفة والاقتراب من مجاري الأودية. خطة اتصالية لبرنامج الأمانة الاجتماعي الذي سيشمل مبدئيا 250 ألف عائلة، وموفى شهر جوان المقبل آخر أجل للتسجيل والتمتع ببطاقة العلاج الإلكترونية. وفي الختام نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تي في بوانتيان. بقية متابعة طيبة لبرامجنا، إلى اللقاء.